In the name of Allah, welcome my daughters and sons. Today we are going to complete direct and indirect speech. النهاردة طبعا بدأنا يونت 6 وخدنا الدايركت والاندايركت أو الريبورت سبيتش الجملة الستيتمنت الجملة الخبرية. Today we are going to take question. هناخد بعد كده يا ولاد اللي هي حالة السؤال. طب نعمل كده ريفيجن بسرعة على الستيتمنت. لما كنت أقول هنا إيه؟ علي said to منى I will travel abroad. لو جينا للجملة اللي قدامنا علي ست منى علي قال لمنى I will travel abroad. هنا الجملة دي طبعا دايركت. لو انا عاوز احولها indirect reported كلام منقول. تخيل imagine that تخيل ان فيه او تخيل ان someone asks you بيسألك ماذا علي قال لمنى. نقول علي اخبر منى ان هو هيسافر. مين فاكر لما احنا قلنا the last session or the last lecture اخر محاضره we said that احنا قلنا ان ايه يا اولاد ان ستو بتحول لايه yes told. يبقى هنا علي ها told منى. يبقى احنا قلنا يا اولاد said to بتحول لايه told. قلنا two inverted commas اللي هو two inverted commas الكومتين دول we remove them بنشيلهم بنحط ايه that بنحط هنا ايه that بنحط هنا ايه that. وبعدين احنا قلنا I we change I بنحول I الى ايه يا اولاد حاجه من الاثنين يا اما هي يا شي. هو مين اللي اتكلم علي ولا منى؟ علي ست منى اي. يبقى اي هير ريفير تو علي يبقى هي. وقلنا هنا عندنا الموديل فيربس الافعال الناقصه بنحط الباست منها. فالباست من ويل او شكل يبقى وود وبعدين وود ترافل ابرو نحط في الستوب. هنا طبعا يونت ده الكلام ده طبعا تبع ايه يا اولاد يونت 6. يبقى هنا علي تولد منى علي قال لمنى ذات هي وود ترافل ابرود يس. Another one. Mona said to Rami. Mona بتقول لرامي بتقول له I went to the cinema. لو بصينا للجملة دي منى said to Rami. منى بتقول لرامي قالت لرامي I went to the cinema. أنا ذهبت إلى السينما. فهتتخيل هنا What did منى said to Rami. منى قالت لرامي انقل أنت الكلام. يبقى منى أخبرت رامي إن هي راح. يبقى هنا منى as I said زي ما احنا قلنا يا أولاد said to بتحول لإيه told. Yes right told Rami. Okay. We remove بنشيل two inverted commas as I said وبنحط هنا ذات اي. هنا بقى يا اولاد عايدة على مين؟ شوف هنا اي في الجملة الأولانية كانت عايدة علي اللي بيتكلم. هنا مين اللي بيتكلم؟ منى ست رام اي. يبقى اي هنا على علي بقى هي. هنا اي عايدة على منى تبقى شي. فيري جود. What tense here؟ ايه الزمن اللي هنا يا اولاد؟ Past simple. واحنا قلنا يا جماعة لو اللي هي الحاجات اللي بتتغير قلنا set to بتحول لتولد اما set بتفضل زي ما هي. بالنسبه للتنسز البريزنت سيمبل كانت بتحول لباست سيمبل والباست سيمبل بتحول الى باست بيرفكت. باست بيرفكت اللي هو ايه؟ يس ماضي تام بيكومن ايه؟ هاد وتصريف ثالث. يبقى شي هاد ايه جان تو ذا سينما. اوكي دي بقى يا اولاد اللي هو احنا بنقول عليه الستيتمنت. لو جايين ناخد بقى الكويستشن النهارده بقى ازاي بقى نحول الكويستشن هنحول ازاي. ده كانت بالنسبه دي كانت ريفيجن كده بسرعه على الستيتمنت. لو جيت جمله زي كده لو قلت ايه رانا سيد تو علي وبعدين هنا هو وير ويل you where will you travel. تعال نبص بقى يا اولاد هنا عاوزين نشوف النوع الثاني. هنا كانت الجمله الستيتمنت اللي احنا ريفيجنها لكن هنا الكويستشن رنا said to علي where will you travel. هنا منى بتسال عبد الله انت اين ستسافر. طيب عاوزين ننقل الكلام بقى. يبقى هنا في الجمله الكويستشن يا اولاد احنا كنا قلنا في الجمله الستيتمنت
statement كنا قلنا set to بتحول الى told. اما في الكويستشن set to تحول الى ايه؟ Very good مستر احمد. يبقى هنا رانا ها هتست تو هتحول ايه يا اولاد الى asked. يبقى رانا asked علي. هنا رانا يبقى هنا set to بتحول لتولد. اما set هنا to بتحول لاسكت. طيب وي ريموف برضه بنشيل تو انفيرتد كوماز وهنشيل الكويستشن مارك علامه الاستفهام. هنا السؤال بادئ في اولاد كويستشن ووردز اداه استفهام رئيسيه زي وات وين وير واي هاو ميني هاو ماتش. اف ذا كويستشن ستارتد ويز ات لو السؤال بادئ بيها هنبدا بيها. يبقى هنا وير يبقى هنا وير. وبعدين بنعمل ايه بعد كده؟ افتر وير بعد اداه الاستفهام يا اولاد وكلمه الاستفهام وات او وين او وير وي بوت سبجكت. وير ذا سبجكت هير يو 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 هير ريفير تو يو عايده على مين؟ منى بتقول للعلي اين ستسافر. يبقى منى سالت علي اين هو. يبقى هتجيب الفاعل الاول تعملي هنا اكستشينج. يبقى هنا اليو هتبقى هي والباس والماضي يا اولاد من ويل ايه زي الجمله الستمنت. ويل هتبقى وود عادي وود ترافل وبعدين بنحط بعدها فيل ستوب. خلصت الجمله. طب جمله ثانيه انذر اكزامبل. سامي سيد تو هدى واي is why is Ali absent. لو جينا هنا نشوف السؤال سامي ست وهدى. سامي بيقول للهدى why is Ali absent ليه علي غائب. عاوزين نحولها بقى عاوزين نحولها ريبورت. تخيل او تخيلي ان حد بيسالك يبقى هتقولي منى سامي سأل هدى لماذا علي غائب. يبقى احنا as I said زي ما احنا قلنا set to بتحول الى ايه؟ برافو. يبقى هنا سامي set to بتحول asked هنا سأل يبقى هنا هدى. يبقى احنا قلنا في الستيتمنت يا اولاد don't forget ما تنسوش set to كانت بتحول لتولد في الكويستشن بتحول لايه؟ لاسكت. هنا هنتو وي ات هنحذف التو انفيرتد كوماز دوما وبنحذف الكويستشن مارك علامه الاستفهام. هنا اداه استفهام رئيسيه ولا غير رئيسيه؟ قلنا رئيسيه. الاداه الاستفهام الرئيسيه اللي بتبدا بيها زي وات وين وير واي هاو ميني هاو ماتش ابدا بيها. يبقى هنا واي. وقلنا بعد ما بنحط يا جماعه الكويستشن وورد بنجيب السبجكت. فين السبجكت هنا؟ هنا بقول لك وير از علي ابسنت. فين الفاعل؟ يبقى علي اجيب علي الاول. يبقى واي علي. وهنا لو جيت ابص للفعل is present احنا اتفقنا هنا برضو بالنسبه للتنسز الازمنه like او as statement زي الجمله الخبريه present يبقى past والpast يبقى past perfect. يبقى what is the past of is yes very good was was absent very good. يبقى here ونحط طبعا في الستوب. يبقى هنا سامي asked هدى why علي was absent. Number three. Yes. Rami said to Laila. Why or what are you doing? Rami said to Laila, what are you doing? Okay. Rami said to Laila, what are you doing? ماذا تفعلي؟ يبقى احنا عاوزين نحولها reported. يبقى على تخيل واحد بيقول لك رامي قال لي ليلى ايه؟ يبقى هنا هيبقى رامي ها؟ As I said, said to بتحول ايه يا اولاد؟ Asked. Yes, asked. ليلى. هنحذف التو انفيرتد كوماز والكويستشن مارك. ونحط هنا نبدا بايه يا اولاد وات اداه الاستفهام. قلنا بعد اداه الاستفهام بنحط السبجكت. فين السبجكت اللي هو اليو؟ اليو هنا عايده على مين؟ رامي سيت تو ليلى واي ار يو يو. يبقى هي يو ريفير تو ليلى عايده على ليلى يبقى شي. ولو جيت ابص هنا يا جماعه
بص يا بابا هنا are doing. What tense here? ايه التنس هنا؟ طبعا هنا present continuous. وقلنا present continuous تحول الى past continuous الى was aware plus verb plus ing يبقى what was what يبقى هنا what she was doing. ونحط هنا ايه؟ full stop. اوكي. لو جينا هنا some لو جينا هنا هوم ورك يلا بسرعه كده هوم ورك تشينج انتو ريبورتد سالي سيد تو هادي Why are you crying? Number two, Ali said to Rana, where do you live? Number three, Sami said to Russia, how long will you stay abroad? Thank you. Shall meet again next week. Goodbye and good luck.